رجعنا لحضراتكم بقى عشان نكمل باقي اخبارنا ونروح كمان لحدث كبير بتنظمه مصر، بطوله افريقيا لكره اليد اللي انطلقت بحفل مميز جدا، ومنتخب مصر حقق الفوز الاول فيها كمان. حقق حفل افتتاح رائع الحقيقه نظمته مصر امبارح لبطوله افريقيا لكره اليد. وكالعاده الدوله المصريه لما بتنظم اي حدث بيكون على اعلى مستوى، زي ما حصل في بطوله 2019 طبعا الكره لما مصر نظمت كاس الامم الافريقيه. ولحد دلوقتي مع كل نسخه لكاس امم افريقيا سواء في الكاميرون او في كوتيفوار الناس بتشوف حفلات الافتتاح تقول حلوه بس مش زي حفله افتتاح البطوله في مصر، يعني لان كان حفل مبهر الحقيقه، يعني في مصر كان حفل عظيم جدا. كمان في بطوله افريقيا لليد مصر بتنظمه بشكل رائع، وكمان بتقدم افضل صوره في حفل الافتتاح اللي عمل ردود افعال عالميه رائعه الحقيقه. يعني كما منتخب مصر حقق الفوز في المباراه الاولى، استهل بقى منتخب مصر مشواره في كاس الامم الافريقيه لكره اليد والمقامه في مصر على الفوز على غينيا. يعني ربنا كرمنا بفوز مهم على غينيا بنتيجه 33-15. يمكن معروف المنافس القوي لمصر هي تونس وبعديها انجولا، دول المنافسين الاقوياء يعني في مصر في البطوله دي. تستضيف مصر البطوله للمره الثانيه على التوالي، واللي بدات يوم 17 يناير وهتنتهي يوم 27 من الشهر الجاي. ويتأهل حامل اللقب، ودي أهم حاجة بقى، أن حامل اللقب لهذه النسخة هيتأهل لأولمبياد باريس 2024، ويتأهل أول خمس منتخبات في البطولة لنهائيات كأس العالم في 2025. وتصدرت منتخب مصر طبعا ترتيب المجموعة الثانية قبل لقاء الكونغو في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبلة. يعني احنا إن شاء الله ربنا يكرمنا، مهمة البطولة تأهلك للأولمبياد، ومهمة جدا أن كمان يبقى عندك دوافع جديدة. البطولة دي مهمة، وبطولة بتتلعب على أرضك، وشكل البطولة على أرضك بيبقى مختلف، وانت على أرضك عندك فرص أقوى طبعا من بقية المنتخبات.